جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن الحجاب وعن مصافحة النساء للرجال وعن النظر أيضا، جزاكم الله خيرا. الحجاب واجب على النساء، وهو أن تستر المرأة جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. هذا هو الحجاب، أن تستر المرأة جميع بدنها عن رجال ليسوا من محارمها، بما في ذلك الوجه والكفان وسائر البدن، تستره بما يضفي عليه ويغطيه كله، ويكون واسعا ليس ضيقا، ولا يكون فيه زينة تفتن الناس، وإنما يكون ثوبا عاديا، ولا يكون فيه طيب. إذا خرجت المرأة إلى خارج بيتها لا تتطيب، ولا تلبس ثياب الزينة، ولا تلبس الثياب الضيقة أو الثياب القصيرة، كل ذلك مما يخل بالحجاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ورؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهؤلاء النساء مفرطات في الستر وفي الحجاب، وإن كان عليهن ثياب، إلا أنها ثياب ليست ساترة لعوراتهن، فإنها تكون فيها عري. هي كاسية من ناحية لكنها عارية من ناحية أخرى، كاسيات عاريات. الواجب على نساء المسلمين الحذر من التساهل في أمر الحجاب. وأما بقية السؤال وهي أيضا عن الحجاب ومصافحة الرجال، أما مصافحة الرجال للنساء، الرجال الذين ليسوا من محارم النساء لا يجوز لهن مصافحتهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له كما جاء في الحديث، وإنما كان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة، لما في المصافحة من إثارة الفتنة وتقرب أو قرب المرأة من الرجل مما يثير الفتنة. ولو كانت هذه المرأة من قريباته التي لسنا من محارمه، كبنت عمه أو بنت خاله أو أخت زوجته أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل له. نعم.